أوكي طلاب، أخذنا بالشابتر الأول طرق انتقال الحرارة اللي هي كوندكشن توصيل كونفكشن الحمل وراديشن الإشعاع، وأخذنا بس مقدمة بسيطة بس عن هذا المواضيع. هسه راح ندخل لموضوع الكوندكشن، راح ندخل لموضوع الكوندكشن ونفصل به وناخذ المعادلات. هنا عندي راح ناخذ الجنرال كوندكشن ايكويشن، المعادله الجنرال اللي هي من عندها نقدر نشتق معادلات لحساب الكيو لحساب التمبرتشر ديستريبيوشن. اذا اخذنا مثلا 1 دايمنشن في هذا الوول، 1 دايمنشن فاخذنا شريحه بهذا الوول، والشريحه هي سمكها دي اكس، مساحتها طبعا هي هذا الجدار مساحته اي، فيدخل هاي الشريحه يدخل لها كيو حراره وتخرج منها حراره. نسوي انرجي بالانس، الحراره الداخله تساوي الحراره الخارجه. الحراره الداخله هي كيو اكس، وانا عندي بالداخل الجسم عندي هيت جنريشن. هيت جنريشن هي شنو؟ هي كيو دوت في فوليوم. ليش؟ لان كيو دوت هي اللي انا اولدها داخل الشريحه هو واط على متر مكعب، فاضربها في متر مكعب احولها لواط. هذا شنو الواط على متر مكعب؟ هاي وكانه داخل لي هنا هيتر يولد لك حراره. اضربها في الفوليوم، الفوليوم مال هاي الشريحه هو شنو؟ هو دي اكس في المساحه، هو دي اكس في المساحه ينطيني فوليوم، اي في دي اكس ينطيني فوليوم، هاي الهيت جنريشن. وعندي الكيو اوت هي الكيو اكس زائد دي اكس، كيو اوت دي اكس زائد دي اكس، والكيو اوت الثانيه هي تشينج بالانترنال انرجي، تشينج بالانترنال انرجي. لذلك الانرجي كوندكتد ان ليفت فيس زائد الهيت جنريتد وذن اليمنت زائد هيت generated within element يساوي change in internal energy، change in internal energy زائد ال energy conducted out right face. يعني هاي الكيو الداخل ال element، هاي الكيو generated هم أنا مولدها داخل ال element، وهاي الخارجة هي change بال internal energy زائد الكيو conducted right face. الانرجي الليت فيس اللي هي الكيو اكس نعوضها كوندكشن ماينس كي في الاي بارشال تي على البارشال اكس. اوكي هاي معادله كوندكشن عاديه، والهيت جنريشن قلنا هي كيو دوت في الاي في الدي اكس. التشينج ان انترنال انرجي هي رو سي في الاي في بارشال تي على بارشال تايم في الدي اكس، طبعا هي الحقيقه هي رو سي في الفي فوليوم في البارشال تي على بارشال تايم. ال V هي عبارة عن A في ال DX، A ال DX نعطيك الفوليوم. هذه قانون ال change بال internal energy. ال energy outer right face اللي هي خارجة من ال element هي minus K اللي هي QX زائد DX، هي minus K في ال A ال partial T على partial S X at X زائد DX. دكتور في سرعة مو؟ لا لا هاي الكاباستنس، هاي تشينج بالانترنال انرجي، هاي هو الدنسيتي مالت الماتيريال، السي الكاباستنس يعني الثيرمال كاباستنس او الوحده مالتها هي جول بير كيلو جرام سنتيغريد، سي بي يعني سي بي اذا سامع بيها. نعم نعم والاي هي مساحه العموديه على انتقال الحراره، والدي اكس هي سمك السمك مالت الاليمنت اللي اخذناه. وهذا تغير الزمن، تغير التمبرتشر ويا الزمن. الانرجي اوت رايت فيس يساوي لنا كيو اكس زائد دي اكس قلنا ماينس كي في الاي بارشال تي على بارشال اكس ات اكس زائد دي اكس، ويساوي لنا اي كيو اكس زائد دي اكس هذا قانون اللي هو ماينس اي في كي ما بارشال تي على بارشال اكس زائد، طبعا هاي عند ال هاي عند الاكس وهاي عند الدي اكس وهاي عند الدي اكس، فاكس زائد دي اكس الاكس ماينس اي، طبعا الاي مشتركه بيناتهم، ماينس اي في كي بارشال تي على بارشال اكس زائد بارشال على بارشال اكس كي بارشال تي على بارشال اكس دي اكس. تمام، هي نفسها طبعا، هي كي بارشال تي على بارشال اكس هاي نفسها مضروبه في الاي، طبعا هاي الاي هم تنضرب هنا. عند الدي اكس هي مشتقه، مشتقتها عند يعني مشتقه الات اكس راح تصير عندنا زائد دي اكس. تمام، فبارشال على بارشال اكس للكي بارشال تايم على بارشال
على البارشال اكس مضروبه في الدي اكس، لان هاي هي الحراره اللي هي كيو اكس زائد دي اكس. هاي تحفظ قلنا كيو دوت هي الانرجي جنريتد بير يونت فوليوم مقطع متر مكعب، سي سبيسيفيك هيت اوف ماتيريال جول بير كيلوغرام سنتيغريد، والدنس او هي دنسيتي كيلوغرام على المتر المكعب. نجمع هذول الطاقات، الطاقه الداخله اللي هي كيو اكس هذه زائد كيو دوت اي دي اكس هاي جنريتد يساوي الكيو العفو التشنج بالانترنال انرجي قلنا عليها هو سي اي بارشال تي على بارشال تايم دي اكس ماينس اي في هاي كيو اكس زائد دي اكس. هسه راح يصير هنا عندنا اختصارات بتصفى عندنا هذه المعادله. اختصارات شلون راح تصير؟ عندي هذه راح تنزل نفسها ماينس كي في اي بارشال تي على بارشال تايم زائد كيو دوت اي دي اكس يساوي او سي اي بارشال تي عن بارشال تايم. هاي تشوفوها؟ نعم دكتور. اوكي دي اكس ماينس اي بي كي بي بارشال تي دكتور العفو هذا رقم التمرين 108 بوينت اشتغال يا تمام رقم التمرين العفو دكتور رقم التمرين هذا ايش قد بالكتاب؟ مو تمرين هذا اشتغال ماينس كي الاي هي هاي دخلنا الاي عليها بارشال تي على بارشال اكس تمام بارشال تي على بارشال اكس على بارشال اكس ماينس اي بارشال على بارشال اكس بارشال على بارشال اكس اللي هو كي في بارشال تي على بارشال اكس في الدي اكس دي اكس واضحه هسه؟ هسه منو اللي يلغي؟ راح يلغي عندي المشترك كله عندي الاي مشترك سالب كي الاي مشترك تمام؟ نعم هذا كله يلغي هذا الاي مشترك كله يلغي الدي اكس بارشال تي لحظه ها؟ هاي تلغي نعم. كلها نعم دكتور تشابه تشابه ويا هاي هنا هاي ايش بيها بيها دي اكس تروح ويا هاي الدي اكس وتروح ويا هذا الدي اكس تمام ايش بقى عندي هنا عندي كيو هنا عندي كيو بس دكتور السالب كي ويا السالب كي ها هنا عندي بقى بس كيو تمام اللي هي هاي بالجهه الثانيه ايش عندي رو سي بارشال تي على بارشال تايم اللي هي هاي نفسها يعني الاي والدي اكس لغت وهذا بقى عندي يا هو البارشال على البارشال اكس هذا اللي هو بالماينس مضروب في الماينس قلب على الجهه الثانيه صارت بارشال على بارشال اكس كي بارشال تي على بارشال اكس واضح؟ اللي هو يا هو اللي هو هذا بس قلب على الجهه الثانيه هسه واضحه المعادله؟ يعني بس دخل مساحه وبسطها اي المساحه بس دخل المساحه واختصر هذا الجزء ويا هذا الجزء يعني مش شابهات على الطرفين و... دكتور هذا نعم دكتور هذا الاشتقاق مطلوب منه يعني مطلوب كل شيء مطلوب كل شيء مطلوب تمام دكتور اوكي فهذا الجزء قلنا اختصر ويا هذا الجزء هذا الجزء ويا هذا الجزء وهاي بيها اي دي اكس الاي مشتركه بها هنا وهنا هاي هنا مشتركه الاي والدي اكس وهنا هم اي عندي ودي اكس اختصرت وياها
وهنا هم عندي اي ودي اكس اختصرت مع ثلاث اطراف. بقى عندي هنا بس الكيو دوت، هاي بس الكيو دوت، وهنا عندي الجهه الثانيه سي او سي في بارشال تي على البارشال تايم، والطرف الثاني كذلك يعني هذه الطرف الثاني اللي هي هاي ماينس بارشال على البارشال اكس كي بارشال تي على البارشال اكس، هذه نقلتها للجهه الثانيه صارت موجبه اللي هي هذه. واضحه هاي المعادله؟ دكتور صيغه السؤال مالته شلون يصير يجي السؤال مالته هذا؟ صيغه السؤال اشتق لي معادله باتجاه واحد، خلينا نحكيها بالانجليزي درايف فورمولا فور ذا جنرال كوندكشن ايكويشن ان وان دايمنشن ان ذا وول. ماشي؟ وان دايمنشن ان ذا وول، هذا كنا نحكي عنه هو وول. وان دايمنشن، اشتقينا المعادله طلعنا معادله جنرال كوندكشن ايكويشن. هذا وول. ماشي؟ عندي وين التغير مالت الكيو باتجاه من؟ بس باتجاه الاكس، اتجاه واحد. زين؟ اتجاه واحد. اوكي، فانا هي جنرال كوندكشن ايكويشن بالوول باتجاه واحد تشتغل اياها وتوصل لي الى هذه المعادله. العفو دكتور، انا مكتوب رايت يعني باتجاه واحد. الى هاي المعادله. شنو؟ اذا مكتوب تو رايت يعني باتجاه واحد على اليمين نقول. رايت سايد سايد يعني جهه اليمين. ليفت سايد جهه اليسار. هاي المعادله. هاي المعادله احنا توصلنا لها. تمام دكتور. هاي جنرال كوندكشن ايكويشن وان دايمنشن بالوول. اذا انا عندي تغير يعني ب 3 دايمنشن، تغير بثلاث اتجاهات، يعني الحراره بتنتقل ب 3 دايمنشن باتجاه الاكس باتجاه الواي وباتجاه الزد، راح تصير المعادله عندنا كيو اكس زائد كيو واي زائد كيو زد زائد كيو جنريشن زائد كيو اكس زائد دي اكس زائد كيو واي زائد دي واي زائد كيو زد زائد دي زد زائد تشينج بالانترنال انرجي. هسه لو دكتور كل من شريحته؟ نعم؟ الاشتغال كل من شريحته؟ هذا هسه الشريحه مالت 3 دايمنشن، هاي الشريحه 3 دايمنشن، انا اقول لك درايف جنرال كوندكشن ايكويشن فور ذا 3 دايمنشن فور ذا 3 دايمنشن ان ذا وول. اوكي، ف 3 دايمنشن ايش عندي؟ هذه الشريحه اللي يدخل لها كيو اكس منها تدخل حراره، تدخل منها كيو واي، تدخل منها كيو زد، تدخل للشريحه يخرج من الشريحه شنو؟ ايه يخرج من الشريحه شنو؟ كيو اكس تدخل منها بهاي الجهه تخرج شنو؟ كيو اكس زائد دي اكس. كيو واي تدخل منها من هاي الجهه ايش تخرج؟ كيو واي زائد دي واي. تدخل كيو زد من هاي الجهه تخرج شنو؟ كيو زائد زد كيو زد زائد دي زد. كل الكيسز احنا عندنا بالحياه العمليه هي 3 دايمنشن، كل الحياه العمليه، لان انت ما عندك حراره تنتقل باتجاه واحد، وكل هذا هسه اللي حوالي انا هو انتقال حراره هو ب 3 دايمنشن. تمام، فهسه احنا عندنا هذه الحرارات الداخله والخارجه، عندنا حراره متولده بداخل الشريحه اللي هي كيو كيو دوت في قلنا في الفوليوم. الفوليوم مال ذيك الشريحه هسه قبل شويه شرحناها هي دي اكس في اي، هنا الفوليوم هو دي اكس دي واي في دي زد. واضحه هذا الفوليوم دي اكس دي واي دي زد. واضحه هسه واضح واضح. اوكي، هذا الهيت جنريشن اللي هو متولد داخل الماتيريال، وعندك تشينج بالانترنال انرجي اللي هو بالطرف الثاني. هسه راح نكتبه هنا تشينج بالانترنال انرجي، قلنا هي رو في السي في الفوليوم في البارشال تي على البارشال تايم، وهنا الفوليوم مال الشريحه مالتي هي دي اكس دي واي دي زد. هسه واضح؟ نعم دكتور. نعم دكتور. اذا هسه انا بس اجمع الكيو هسه بس اشوف الكيو مالت الاكس كيو مالت الواي وكيو مالت الزد وكيو دي اكس زائد دي اكس نفس الشيء. هسه واحده واحده راح نكتبها هنا. كيو اكس هي شنو؟ ماينس كي في اي، ماينس كي في اي في البارشال تي على البارشال اكس. الاي هنا اللي هي عموديه على اكس هي دي واي دي زد. هسه لو اروح على الشريحه، هاي الشريحه
انا عندي كيو باتجاه الاكس كيو اكس ماينس كي في الاي، الاي العموديه على اتجاه الاكس هي شنو؟ هي هاي الاي، هي هاي الاي اللي هسه لو ناشر عليها، هسه لو ناشر عليها هي هذه، هاي العموديه عليها من؟ على يعني اتجاه الاكس، تمام؟ يعني المستوى الثاني دكتور. اي اللي هي عموديه على اتجاه الاكس. يا هي هي دي واي في دي زد، دي واي في شنو؟ في دي زد. هاي عموديه على اتجاه الكيو، عموديه على اتجاه الكيو اكس. خلينا نغير اللون. هسه هذه الكيو واي، هسه هاي الكيو واي العموديه عليها يا هي هذه. عمودي عليها من هي؟ هذه. هاي من يوم؟ هاي هي عبارة عن دي 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 اكس في دي زد. دي اكس في دي زد. واضح؟ هذا الدي اكس. هذا الدي اكس. وهذا الدي زد. تمام؟ لان هاي العمودية على الكيو الكيو واي. هاي عمودية على الكيو واي اللي هي دي اكس دي زد. العمودية على كيو زد، العمودية على كيو زد هي من هي؟ يلا منو؟ كيو واي دي اكس دي واي. نعم دي اكس دي واي اكس دي واي عافية. دي اكس دي واي، دي اكس دي واي. هسه هاي عموديه على على من؟ على كيو زد. هاي العموديه على كيو زد اللي هي دي اكس دي واي. هسه واضحه هذه؟ هذه بالنسبه للكيو اكس. لان هاي المساحه العموديه على كيو اكس هي دي واي دي زد ماينس كي دي واي دي زد باشر تي على باشر اكس. كيو اكس زائد دي اكس قلنا هي شنو؟ هي ماينس في الاي، هاي الاي اللي هي دي واي دي زد العموديه على الاكس. في كي باشر تي على باشر اكس، هاي طبعا ات الاكس زائد باشر على باشر اكس كي باشر تي على باشر اكس دي اكس. هاي بالنسبه لي الدي اكس الكيو ات دي اكس. فنجمعهم هذه هي الحراره هي ات اكس زائد دي اكس. الحراره باتجاه الواي هي كيو واي ماينس كي في الاي العموديه على اتجاه الواي اللي هي دي اكس دي زد في باشر تي على باشر واي. شوف هنا باتجاه الاكس كان باشر تي على باشر اكس، هنا صارت باشر تي على باشر واي. باتجاه الواي. نعم. نعم. تحصل؟ لا لا دكتور ما اقصد. كيو واي زائد دي واي. كيو واي زائد دي واي يساوينا ماينس كي باشر تي على باشر واي زائد باشر على باشر واي. ك في باشر تي على باشر في دي واي. طبعا هنا المساحه هي دي اكس دي زد وهكذا راح تستمر العمليه باتجاه الزد نفس الحاله ماينس كي دي اكس دي واي عمودي على الزد في باشر تي على باشر زد. هي هذه كيو اكس زائد دي اكس ماينس كي ماينس ك باشر تي على باشر زد باشر على باشر زد ك باشر تي على باشر زد في دي زد في دي اكس دي واي. الكي جنريشن احنا حكيناها هسه قبل شويه، والتشينج بالانترنال انرجي هم حكيناها. هسه نجي على ال بعد ما ندخل هذه للمعادله الرئيسيه، هاي كلها الكميات كلها تدخل بالمعادله الرئيسيه اللي هي هذه. وما تخلي هاي الكيو مثلا هنا باتجاه مكان الكيو اكس، كيو اكس زائد دي اكس اللي هي هذه تروح وين؟ تروح مكان كيو اكس زائد دي اكس بس تعوضهن. يعني كيو واي تروح وين؟ على الواي هنا تعوضها. هاي تعوضها مالت الواي، تمام. والزد وين تخليها؟ مكان الزد، تمام. هذه مالت الزد، زد زائد دي زد هي وين؟ زد زائد دي زد، تمام. وعندنا الهيت جنريشن وين تروح؟ الهيت جنريشن هاي الهيت جنريشن
هاي اللي جنريشن تعوضها وتعوض تشنج بالانترنال انرجي هي هذه تشنج بالانترنال انرجي عوضت المكان ذولي كلهم راح تصير لك معادله كبيره. المعادله بها اختصارات ما تختصر راح تصفى لك تصفى عندك الجنرال كوندكشن اكويجن بالوول ب 3 دايمنشن. هاي الجنرال كوندكشن اكويجن بالوول بيش ب 3 دايمنشن. هاي ب 3 دايمنشن تغير باتجاه الاكس، تغير باتجاه الواي، تغير باتجاه الزد، زائد كيو دوت اللي هي الهيت جنريشن اللي هي واقعه متر مكعب يساوي او سي في البارشال تي على البارشال تايم او يساوي واحد على كي في او سي. طبعا هذه نمسحها هذه هنا نمسحها راح تصفى بهالشكل. هذا الشكل هو المعادله اللي تمثل تغير بثلاث اتجاهات في دايمنشن بالوول وعندك هي جنريشن بداخل الوول وعندنا تشينج بالانترنال انرجي. يعني يعني تغير ويا الزمن، يعني عندنا تغير ويا الزمن. فاذا ما عندنا تغير ويا الزمن هذا الجزء يلغي، تمام؟ هذا الجزء يلغي، ما عندنا هي جنريشن هذا يلغي، عندي بس باتجاه واحد مثلا بس باتجاه الاكس راح تبقى عندي بس هاي المعادله، هذه تلغي هاي تلغي، تبقى بس بارشل على بارشل اكس في كي بارشل تي على بارشل اكس يساوي صفر. هاي المعادله جنرال. اذا عندي 1 دايمنشن باتجاه الاكس ما عندي لا هي جنريشن ولا وستدي ستيت ما عندي تغير ويا الزمن. تبقى بس هذا الجزء. اذا لا اذا عندي تغير ويا كل الاتجاهات الحراره تبقى هذه كلها عندي هي جنريشن وعندي تغير ويا الزمن. فهذه جنرال يسموها جنرال كوندكشن بالوول. هاي في حاله انه الكي يتغير ويا التمبرتشر، يعني هنا اكو عندي معادله تمثل تغير الكي مع التمبرتشر. اذا اكو معادله يعني الكي متغير ويا التمبرتشر ما اقدر اطلعها من الاشتقاق، لان هذا الاشتقاق يمثل كل هذا القوس. فشو اسوي؟ اعوض مكان الكي بالمعادله مالته راح تصير عندي مع اشتقاق لمعادله واشتقاق البارشال تي على البارشال زد. فما اقدر اطلع الكي. هاي في حاله انه الكي فيريبل ويا التايم ويا الزمن ويا التمبرتشر. واذا كان الكي ثابت، اذا كان الكي ثابت نقدر نطلع الكي من القوس، نقدر نطلع الكي من القوس بعدين نقسم على كي يبقى عندي وندخل البارشال على القوس. يصير البارشال سكوير تي على البارشال اكس سكوير هنا المشتقه الثانيه زائد هنا partial square t على partial y square هم المشتقة الثانية باتجاه ال y زائد partial square t على partial z square المشتقة باتجاه ال z يساوي q dot قلنا نقسم على k وهم نقسم على k. هاي k راح تروح، هاي k راح تروح، هاي راح نقسم على k q dot وهاي راح تساوي لنا oc على k في partial t على partial time oc في partial على k في partial t على partial time. شوف هذا هسه الجزء اللي قلنا عليه، هذا الجزء اللي قلنا عليه وهذا هو عباره عن او سي على كي، او سي على كي. او سي على الكي هو مقلوب الواحد على الفا، مقلوب الالفا العفو. او سي على الكي هسه شوف الالفا هي كي على او سي. اذا قلنا او سي على الكي شو يصير؟ واحد على الفا. لذلك عوض مكان الاو سي على الكي بواحد على الفا. يعني هي كي كي على واسي الالفا. اوكي اذا صارت واحد على الفا في بارشال تي على بارشال تايم. شنو الالفا؟ هي الديفيوزيفيتي، ثيرمال ديفيوزيفيتي، الانتشاريه الحراريه اوف ماتيريال. اي ماتيريال هي عندها انتشاريه حراريه. على من تعتمد هاي الانتشاريه الحراريه؟ على الهيت كوندكتد مقسومه على الهيت ستورد. يعني الانتشاريه الحراريه هي الهيت كوندكتد على الهيت ستورد، يعني الحراره المنتقله بالتوصيل على الحراره المخزونه بداخل الجسم. وهذه هي قانونها كي كوندكتيفيتي ثيرمال كوندكتيفيتي على واسي. الكي هو يمثل الهيت كوندكتد والواسي تمثل الهيت ستورد. هذه هي العلاقه مال ثيرمال ديفيوزيفيتي.
طبعا هذه ثيرمال ديفيوزيفيتي، كل ماتيريال لها ثيرمال ديفيوزيفيتي مختلفه، وطبعا احنا نختار الماتيريال حسب الابلكيشن اللي احنا نريده. بعض الاحيان اريد احنا نضيع الحراره، يعني اريد ثيرمال ديفيوزيفيتي عاليه، اريد الحراره بسرعه تنتقل كوندكشن عالي وتطلع الحراره بسرعه بعض الاحيان، لان احنا نتخلص من الحراره، اذا نبرد نقلل من درجه حراره هذا الجسم. بعض الاحيان لا، اريد نسوي ستورج، يعني اذا نحفظ الحراره بالجسم، اذا الحراره ظل محفوظه لفتره معينه يعني لزمن مسافه، اللي هو وين تطبيقاته؟ مثلا تريد انت تسوي تدفئه لغرفه، تمام، خليت سولار كولكتر يسخن الهواء ويدخل الغرفه عن طريق فان، بالليل يعني خلال الليل راح يصير عندي يعني راح تروح الحراره. فش اسوي؟ اخلي طبقه من الحصى، يعني هذا الحصى وروكس الاحجار، هاي الاحجار ايش فيها خاصيتها؟ كوندكشن مالتها قليل والستورج فيه عالي، تمام، كوندكشن قليل وستورج عالي، فالثيرمال ديفيوزيفيتي مالتها قليله، يعني تشاري الحراره قليله. فش تعطيك؟ تعطيك الحراره ببطء، يعني الانتقال الحراره خلالها ببطء، فتستفاد من عندها على طول، يعني فتره طويله لمده ساعات باخذ الحراره من هذه الماده. بينما بالكوندنسر او الايفابوريتر، بالكوندنسر او الايفابوريتر عندنا شو نخلي؟ نخلي على بالكوندنسر او الايفابوريتر، اذا شايفين الايركون، نخلي شرائح فنز، يعني فنز، هذه هاي الفنز تصير ويا البايبس. شو تسوي هاي؟ تاخذ الحراره وتطلعها للخارج. نخلي ماده شبيهه، ماده الثيرمال ديفيوزيفيتي مالتها شبيه عالي، الهيت كوندكتيفيتي مالتها سريعه وعاليه، والستورج مالتها قليل، يعني انا دخل اتخلص من الحراره. واضحه هذه؟ دكتور يعني خلي مشتت حراري. ها؟ دكتور يعني خلي مشتت حراري. بالضبط، المشتت احاول اخلي الثيرمال ديفيوزيفيتي مالته عاليه على مود يتخلصنا من الحراره. ولكن اذا انا اذا اسوي ستورج للحراره، اذا اخزنها مثلا هاي منظومات التدفئه، هاي لا، يعني اخلي ماده بحيث الكوندكشن مالتها الثيرمال ديفيوزيفيتي مالتها قليله. هسه واضح هذا الموضوع؟ العفو دكتور، هو التحكم بالهيت كوندكتد لو الهيت ستورد؟ اثنيناتهم، يعني هي الماتيريال الوحده، كل ماتيريال شبيها بها كوندكتيفيتي وبها ستورج، كل وحده لها قابليه التوصيل وبها قابليه الخزن، ماشي؟ فاكو ماده هي الكوندكشن مالتها عالي والخزن مالتها قليل، طبعا هي اكيد يعني اذا كانت الكوندكشن مالتها عالي راح يصير الستورج مالتها قليل. واضح؟ مثلا خليت لك حديده على النار، حديد ماكو، خليته على النار، خلينا نخلي قطعه من الكبر النحاس، وتخلي قطعه من الحصى هذا الكبار، تمام، هم على النار نفس الحاله، تعطيهم نفس الكيوب وتخليهم يعني على بالغرفه مكان، راح تشوف بعد يمكن 10 دقائق تشوف القطعه مالت النحاس بودت، لانه فقدت حرارتها راحت. واللوك ايش بي هذا الحصى؟ بعد ساعه تلزمه، بعد ساعه تلزمه بعد ساخن، صح؟ فهذا معناته النحاس الثيرمال ديفيوزيفيتي ايش بي عالي، ماشي، والحصى الثيرمال ديفيوزيفيتي مالته قليله واطيه. هسه واضحه؟ ان شاء الله دكتور. نعم دكتور. هذا بالنسبة للوال، يعني الجنرال كوندكشن اكويجن هذه للوال، هذه للوال، طبعا هاي كونستانت ثيرمال كوندكتيف، كونستانت كي، والقبلها لا، يعني هنا تغير فيريبل كي، متغير ويا الزمن ويا التمبرشر. سلندر هاي المعادلة مالته ما مطلوب من عندنا نشتقها ولا مطلوب من عندنا، لان هذه جاهزه ومحفوظه، طبعا كلها نحن نحفظها، مطلوب من عندنا نحفظها ونعرفها. هذه المعادله للسلندر، هذا الجزء اللي يخص
الراديوس تغير ويا ويا نصف القطر، هذا الجزء يتغير تغير ويا الزاويه، زاويه السلندر، وهذا التغير ويا الزت البعد الثالث، فتغير بثلاث اتجاهات. عندي هيت جنريشن وعندي اوسي باشر تعب باشر تايم. هذا طبعا في حاله انه الكي متغير، هنا المعادله في حاله انه الكي ثابت، هذا الجزء كله راح يمثل لي التغير ويا نصف القطر، هذا التغير ويا الزاويه، وهذا التغير ويا بعد الزت. هاي ثلاث ابعاد، وهاي كيو دوت اوفر كي، هاي واحد على الف الفا شرط تي على شرط تي. هسه لو اروح على السلندر نشوف هاي السلندر، اكو عندي تغير باتجاه الزاويه اللي هي فاي، تغير باتجاه راديوس الحراره اتجاه الراديوس، وتغير باتجاه الزيت اللي هو يمثل طول السلندر. فهذا الثلاث اتجاهات تغير الحراره وياهم، يصير عندي المعادله بثلاث اتجاهات اللي هي هذا اللي هي هذا، هاي مانتل سلندر، هاي مانتل سلندر، هذه متغير الكي، وهذه ثبوت الكي، هاي بالنسبه للسلندر. العفو دكتور، الكي مو ثابت شلون يتغير؟ يتغير، اخذنا مثال عليه بالفصل الاول، قلنا الكي اوف تي تتغير ويا التمبرتشر، كي اوف تي اكو بعض الحالات تغير يساوي اعتقد كان كي نوت، كي نوت في هاي وحده من الـ يعني معادله امبيريكال يسمونها، يعني ناتجه من اكسبيرمنت، من اكسبيرمنتال ورك، واحد زائد بيتا كي في تمبرتشر، واكو بيها اكو معادلات اخرى تختلف عن هاي المعادله. هاي يعني حاله خاصه، الحاله درسها عملي ولقى انه الكي تتناسب ويا التمبرتشر بهاي المعادله، الكي نوت هو كونستانت والبيتا كي هو كونستانت، فهذه المعادله، فاذا كي فانكشن اوف تمبرتشر لازم نجيب هاي المعادله مالت الكي ونخليها وين؟ هنا ونبدي نشتغل، واضح؟ اذا كي لا كونستانت، كي كونستانت ما متغير، كونستانت شو نسوي؟ نستخدم المعادله الثانيه، اوكي؟ اذا كونستانت نستخدم هذه المعادله، واضح؟ واضح؟ نعم دكتور. ان شاء الله دكتور. وللسلندر يعني عفوا للسفير هذه المعادلات، للسفير هاي المعادلات، هذه للتغير الكي ويا التمبرتشر، وهذه للثابت. عندك هذا ويا الراديوس، وعندك ويا الفاي، وعندك ويا الثيتا، لان انت عندك زاويتين بالسفير، فاي وثيتا، وعندك نصف خطر. فلو نرجع على ونرجع السفير نلقى اكو زاويتين عندنا، وهذا السفير عندي فاي، وعندي شنو؟ عندي ثيتا، عندي ثيتا، يعني السفير كروي متغير عنده اكثر من اتجاه، ففاي وثيتا، وعندي باتجاه راديوس اللي هو هذا، تمام؟ فاي ثيتا راديوس ثلاث اتجاهات. هسه واضحه هذه؟ هاي معادلة تخص السير، هاي General Conduction Equation. إذا أنا هسه قلت لك عندي wall، عندي wall steady state، عندي انتقال الحرارة بي steady state، يعني ماكو تغير ويا الزمن، steady state باتجاه واحد one dimensional wall one dimensional steady state heat flow no heat generation no heat generation. أجعل معادلة وأشوف ايش راح يبقى بيها. معادلة طبعا with constant thermal conductivity، constant thermal conductivity، ايش راح يصير عندي المعادلة؟ راح يصفى من عندها بس
هذا جزء ستيدي ستيت يعني ما اقدر اغير الزمن هاي راح صفر نو هي جينيريشن ماكو عندي هذا الكود تغير ويا الزيت ما عندي تغير ويا الواي ما عندي عندي بس تغير ويا الاكس اذا كنت تبقى عندي بارشال سيكويريتي يعني بارشال اكس سيكويري يساوي صفر هاي طبعا احنا هاي المعادله الجنرال من عندها هاي المعادله الجنرال نشتق معادله للتمبرتشر ديستريبيوشن يعني انا مثلا عندي باتجاه واحد وول باتجاه واحد اتجاه الاكس تمام هسه هذا وول باتجاه الاكس عندي هذا الوول وعندي اتجاه الاكس تغير الكيو تغير الكيو فانكشن اوف شنو اوف اكس اتجاه الواي ما عندي اتجاه ما عندي هي جنريشن ما عندي راح يبقى عندي بس منه بس هذا الجزء يعني بس باتجاه الاكس تغير الكيو هاي كلها طبعا ما عندي هي جنريشن ستيدي ستيت فش يبقى بس بارشل سكوير تي على شنو بارشل اكس سكوير بارشل اكس سكوير شو يساوي لي هذا يساوي صفر هسه لو تشوف هاي المعادله هي معادله مشتقه من الدرجه الثانيه تساوي صفر هاي اقدر اني اكاملها واحط باوندر كونديشن الى ان تطلع عندي temperature شبيها function of x temperature شبيها function of x يساوي فالمعادلة بيها x تمام ف function of x معناته متغير ويا x يعني أنا عندي ال temperature مثلا ها عندي 300 تمام هنا عندي 300 وهنا عندي 100 تمام هنا x ايش قد يساوي صفر مو هنا مثلا x يساوي 10 سنتيم 10 سنتيم وهنا هذا 20 سنتيم زين انا اعرف الحراره شو كنت في الصفر عندي 300 في ال 20 عندي ايش قد 100 بال 10 ايش قد ما اعرفها مو شلون اعرفها؟ غير مع x لازم عندي معادله لازم عندي معادله اطبق بها احصل على التيمبرتشر بهاي النقطه بالضبط فلازم انا عندي معادله احسب من عندها تغير طبعا التيمبرتشر ويا المسافه وهذه هي منها نبدي منها من هاي المعادله الجنرال كوندكشن ايكويشن الما عندي يعني الكيو دوت ما عندي الغيها تغير ويا الزت ما عندي مثلا تغير ويا ما عندي الغي مع الزمن ما عندي تغير الغيب عندي بس باتجاه الاكس واذا عندي اتجاهين لا ابقيهم يعني اذا عندي تغير باتجاه الاكس وباتجاه الواي وباتجاه الواي كيو واي راح يبقى عندي راح يبقى عندي هذين الاثنين يساوي صفر وهم راح اخلي باوندري كونديشن واشتق معادله شبيهه بها اكس وواي تمبرتشر فانكشن اوف اكس وواي هسه واضحه مو؟ هذه هي الجنرال كوندكشن ايكويشن للوول قلنا اذا عندي تغير باتجاه واحد هذا راح يصير المعادله هذا بس باتجاه الاكس اذا عندي بالسلندر باتجاه راديوس تغير ستيدي ستيت كذلك نو هيت جنريشن يبقى عندي بس الجزء المرتبط بالتغير ويا الراديوس بالتغير ويا الراديوس يساوي صفر ومن عنده قلنا نشتق نتوصل الى معادله التمبرتشر ديستريبيوشن إذا عندي one dimension بالwall بس عندي heat generation one dimension بالwall تجاه x وعندي heat generation راح يبقى ذن الحدين والباقي في الصفان واضح إذا عندي two dimension بالwall نعم the q dot تنطيها أنت بالسؤال إيه هاي دائما تنطي هاي دائما تنطي ماشي conductivity موجودة إيه هسه هذه باتجاه الاكس وباتجاه الواي تغير ما عندي هيت جنريشن ما عندي ستيدي ستيت ما عندي تغير تايم فيبقى عندي بس هذني بالنسبه للوول هذا الوول عندك اكس وواي وزت اتجاه الزت ما عندي فيبقى عندي بس التغير ويا الاكس ويا الواي يساوي صفر منها ابدي الاشتقاق مالتي واستخرج المعادله اللي تمثل التمبرتشر ديستريبيوشن شوف هسه هذا المثال راح يجي ما راح نحله لان ما ضل وقت هذا المثال راح يجي معطيك معادله تي اوف اكس يساوي
ويا من ويا الاكس وتغير ويا من ويا الاكس واضح هذه جت منين جت من الجنرال كوندكشن اكويجن اشتقوها من الجنرال كوندكشن اكويجن هسه هو معطيك اياها جاهزه تقدر تشتغل عليها اوكي طلاب اخذ الوقت خلاص خمس دقائق باقي نعم دكتور حضور لا دكتور عندنا محاضره مع انجليزي هسه راسلني الدكتور يقول لي اخذكم انجليزي قلت له ماشي احنا موعدنا 6:30 هسه 6:24